بسم الله. لكسيون 17. Ich fahre mit dem Auto. أذهب بالسيارة. داتيف. الداتيف. فلدينا هنا مجمع النوميناتيف، الأكوزاتيف، الداتيف. وكما ذكرت لكم في التدريب الماضي كيف نسأل عن الحالات الثلاثة، فالنوميناتيف نسأل عنه للشخص بفير، للأشياء ببص. عند الأكوزاتيف نسأل عن الشخص بذين وعن الشيء ببص، وعن الداتيف نسأل بذيم للشخص. ففي الماسكولين الآن دير مان، أين مان، كاين مان، هذا هو العادي. النويترال المحيط داس كيند، أين كيند، أونت كاين كيند، هذا المعروف. الفيمينين دي فراو، أين فراو، كاين فراو، فأضفنا الإي. في البلورال دي لويتر، النكرة ليس له أداة، لويتر أونت كاين لويتر. الآن في الأكوزاتيف يتغير فقط الماسكولين. دين مان بدل من دا من، أينن من und كاينن من، فأضفنا الـ an في المذكر. أما المحايد والفيمينين والبلورال لا يتغير ويبقى كما هو، das Kind، ein Kind، kein Kind، die Frau، eine Frau، keine Frau، die Leute، Leute und keine Leute، لم يتغير شيء. الآن في الداتيف، الأولين المسكولين والمحايد يصبح ديم، ديم من، ديم كنت، أينم من، أينم كنت، كاينم من und كاينم كنت، فنضيف دائما اي ام، اي ام، اي ام. الفيمينين في الداتيف يصبح مذكر فيصبح دير فراو بدلا من دي فراو، أين فراو، كاين فراو. دين لويتن فنضيف اي ان و ان في الاخر، اخر الكلمه، لويتن في النكرة und keinen Leuten، فإي إن في الكين والإن في الاسم. طبعا مع التدريب الواحد يحفظها، ويعني ممكن بالتدريب ممكن بشرحه لشخص آخر، فهكذا يحفظ الواحد هذه الأمور بسهولة. Im Dativ sind maskulin und neutral gleich، هذا الذي ذكرته، الماسكولين والنيوترال gleich سواء. Im Dativ plural هذا هو hat das Nomen ein N am Ende، لديه N في الآخر. Nomen mit S im Plural haben kein N، لو انتهى الاسم ب S ليس لديه N. Wir fahren mit au mit zwei Autos، فلم نضيف N. Der Possessive Artikel funktioniert wie kein، يعني الضمائر الملكية زي mein، sein، ihres، unsers und so weiter يعمل مثل الكين. أي أحد لديه سؤال في الموضوع؟ طيب بسم الله. قبل أن نبدأ أردت أن أشرح أولا الداتيف، متى يأتي الداتيف. فالداتيف يأتي حسب الفعل وحسب الحرف الجر. بسبب الفعل يوجد نوعين من الفعل، من الأفعال، فبعض الأفعال تأخذ الداتيف، فممكن تحفظ أغلب الأفعال تأخذ الأكوزاتيف، ولا مشكلة، يعني لا، يعني لا يوجد فرق، يعني لا، يعني هي ليست كارثة إن أخطأ واحد، يعني يفهم. لكن من حيث القواعد يعني أن الواحد يركز فيها. بعد ذلك من حيث الحروف الجر، الحروف الجر تقسم إلى ثلاثة. حروف جر يأتي بعده الأكوزاتيف، وحروف جر تأتي بعده الداتيف مثل مت، وحروف الجر تنقسم إلى اثنين، لو فيها حركة يكون أكوزاتيف، لو فيها ثبات يكون داتيف، وهذا نعرفه من الفعل. طيب نبدأ مع الدرس الأول، التدريب الأول أقصد. Wie fahren Sie zur Arbeit؟ كيف تذهبون إلى العمل؟ Ergänzen Sie die definierten Artikel im Dativ، يعني الأدوات المعرفة. فـ das Auto
ميت ديم قوتو بسبب الميت الذي هو حرف جر يأتي بعده داتيف خاص نديم. فهو عمود دات سوك ميت هي تمام دين كنو ميت ديم سوك مع القطار. فهو شيماء لو أردتم يعني دي أوبان. فمت يأخذ داتيف، فأي أداة نعطي للأوبان؟ أعطيني بس ثانية واحدة أرجع لل كمراجعة يعني الدا ودس يأخذ ديم، أما الدي يصبح مذكر والجمع يصبح دين. فماذا نضع هنا في الميت؟ معذرة مرة أخرى. طيب أنا سأحاول أن أصغر. أما عندي صفحة أنا أراها، الصفحة التي يعني تمام هذه فوق عندي أنا أنظر إليها. تمام فالدي أوبن أي أداة موجودة في الداتيف للمؤنث؟ للمؤنث في الداتيف دير ده فنقول مت ده أوبن سهل. طيب داس تاكسي فعمود مت هي واحدة فوق واحدة تحت عشان كده رقم 4 يمكن. تمام. طيب نحن الآن 7 يعني نفعلها في الترتيب هكذا من يسار إلى اليمين. طب اخد رقم كام؟ رقم 7 رقم 7 هتبقى ديم. تمام مت ديم تاكسي. أوكي فرو شيماء مت فاغت الفاغت داس. فنضع أي أداة في الداتيف؟ التاتيف تص دي ديم لأنه ديم ديع يصبح ديم، أما الداس يصبح ديم، دي يصبح ديع، والدي الجمع يصبح دين. وأنا ديم ظننت أنها ديم. دس طيب الفاغت هو داس، وفي الداتيف يكون ديم موجودة في الجدول. يعني دين دين يا نحفظه هكذا ديم ديم ديع دين ديم ديم دين ديع دين دين. دين دين بسيطة مت طيب ديم فاغت. أوكي فرو هوت دي شتراسنبان مت دير تمام مت دي شتراسنبان. فرو شيماء دي غول شوها ده جمع مكتوب بلورال، فنضع مت دين تمام مت دين غول شو هن. فهنا مهم أن الجمع نعطي له أن إلا إذا كان آخره أس مثلا. طيب فوهود دا بوس مت ديم مت ديم بوس. أوكي الآن التدريب الثاني أوفكابت سباي مت ديم جيهن مت فيم جيهن زي إنس كينو. مع من تذهبون إلى السينما أجنسن زي دي إنديفينيت ناتيكل. الآن الإنديفينيت الغير معرفة، الغير معرفة أينم أينم أينر أينن. نحفظه هكذا. الآن مثال مت أينر فريندن لأنه دي فريندن. طبعا هنا الأسماء موجودة في اليمين فلدينا دي فريندن، فعرفنا أنه الغير معرفة الإنديفينير نعطيك مت أينر فريندن. فراو شيما نمرة 2 مت فريند فريند يأخذ دي فريند فيصبح في الغير معرف نضع ماذا؟ لحظة واحدة فريند فريند غير معرف صح؟ تمام طيب هتبقى غير أينم معرف ولا أينر ولا أينن؟ هتبقى أي غير معرف هتبقى أينم
تمام، نحفظها أينم أينم أينا أينا. فمت أينم فريند، أوكي، فراو هوت مت فريند الجمع. هو تقريبا ملوش اساسا أداة نكر. دي ده بلا تمام، مت تمام، هنا نقول فريندن، مت فريندن، فنضيف فقط الان. معلش الغلطة تبعي، الأينن نحذفها. فراو هوت ميت ميتشن، داس ميتشن، فماذا نضع للميتشن في الأداة النكرة؟ أينم طيب جواب من فراو هوت ميت أينم ميتشن. أوكي طيب، الآن فراو شيماء نمرة 5، ميت كوليجن، الكوليجن أينم يأخذ دي. آه يأخذ دي أينم أكيد نعم أكيد أينم لا دي 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 كوليج مؤنث. فيمينين فيمينين تمام اه فيمينين آه، أينا أينا تمام ميت أينا كوليجن. تمام نمرة 6، فراو هوت ميت ليرا، ديا ليرا، أينا مت أينم ليرة. تمام، مت من أو شيما، دا من، أينا كنو مت أينم من، مت كاستا أو عهود. دمع برضو ما لهاش أداة نكر تمام، ونضيف له الأن فيصبح مت جاستن. طبعا فريند صديقة، فريند صديق، فريند أصدقاء، ميتشن بنت، كوليجين زميلة، ليغا معلم، من رجل، وجاستا ضيوف. نمرة 3، مت فيم مشتن زي ان دين اورلوب فارن، مع من تريدون ان تذهبوا الى الاجازة او العطلة. اجانسن زي دي انديفينيتن ارتيكل ام داتي، الغير معرفة. فالاولى مت اينم كنت، اورا مت سواي كندان، مع طفل او طفلين. فراو أوهوت نمرة 2، مت أين بيبي أو مت 2 بيبيز. يعني هي بالمفرد والجمع يعني تمام، هي مرة بالمفرد ومرة بالجمع، فماذا نضيف للأين؟ أينم تمام، مت أينم بيبي، مع طفلة، أو مت 2 بيبيز، نضيف شيء؟ مش عارف هو لا الجمع، هو بيبيست أولا جمع وآخره أس، فلا نضيف له شيء. اه تمام طيب أو شيماء، مت أين من ولا مت فيلن منع، فماذا نضيف للأين لو كان من أينم دائما من؟ تمام، مت أينم أين من ولا مت فيلن منع. مش هتطلع حاجة من للجمع نضيف له إن ان، فيصبح متفيلا منان. اوكي jetzt Nummer 4، Frau Hut mit ein Freund oder mit 10 Freunde، فماذا نضيف للأين؟ أينم mit einem Freund oder mit 10 Freund فرويدن فرويدن Freunden. تمام تمام مع صديق أو 10 أصدقاء. Frau Schema، mit ein Kollegen oder mit 28 Kolleginnen. كوليجين هنا فيمينيت تمام، فيمينين. هتبقى أيني نحن أيني قلنا أينغ ولا أين؟ لا أينغ تمام أر تمام، مت أينا كوليجن، إي آر يعني، أورا مت 28 كوليجن، لا نضيف له كوليجين أن لأن الأن أصلا موجودة. موجودة نمرة 6، أو هوت مت أين فراو أورا مت فيلن فراون، was fügen wir hinzu؟ أينا ج مت
تمام، مت أينا فراو أورا مت ونضيف فيلن فراون، ولا نضيف له شيء في الجمع. طيب مت أين أوبا أوما فراو شيما. أما الجدة. الجدة فيمينين مت أينر أما أودا مت تفاي أوماس لا تمام. نضيف شيء. كنو. فمت أين أومة مع جدة أو مع جدتين. فو أمهوت نمى أخت مت أين أوبا أو مت سباي أوباس. أينم والآخر مش هنضيف حاجة. تمام. مت أين أوبا أو مت سباي أو مت سباي أوباس. أوفكابة فيا. غين هيت السونات، يعني هو طيب جدا. ergänzen Sie die Artikel im Dativ، نضيف له الأدوات. فهو حاطط بداية الأداة يعني ein أو die. Reinhild hilft ein Kollegen, ein Kind und Eltern. نبدأ مع الأستاذ عهود. فReinhild hilft يساعد زميلة وطفل ووالدين. ماذا نضيف للعين؟ أين؟ تمام. هيلفت أينا كوليجن، فهيلفت يساعد يأخذ داتيف. أين كنت؟ ماذا نضيف للكنت؟ أين؟ أينم لأنه داس كنت. وانت إلتن، ماذا نضيف للإلتن؟ دين كانوا دين إلتون. طيب الآن أستاذ عمود، zum Geburtstag gratuliert sie، يعني يوم ميلاد هي تكرم أو تهنئ الصديقة الصديقات فريند الأصدقاء الأم الأب الكلب من الجارة. Zum Geburtstag gratuliert sie Freundinnen. ماذا نضيف هنا؟ أنا برضو الأستاذة شيماء. نعم دير الفريندين جمع، لو كانت فريندين مؤنث، لكن فريندين جمع. دين تمام. دين فريندن. وانت und und dem Freunde أو فريند جمع، Freunde جمع Freunde جمع دين دين فريندن. Freunde دين Freunde تمام. فنضيف له ان والان في الاخر. طيب الموتى، دي موتى، فنضيف للد. der Mutter تمام. دا متى. فاتا، دا فاتا، فنضيف. dem Vater ممتاز. دا هند، فنضيف للد. und hund هتبقى دم ديم هند. اوكي. طيب الآن الأستاذ عهود، زي جبت كوليجن ساندويتش، تعطي للزمائل الساندويتش. كاتسا اينن فيش، للقطة سمكة، للبيبي حليب، وللمدير قبلة. فزي جبت دين دين كوليجن. زي جبت. تمام. هي تعطي، أنا كان غلطتي في الترجمة. هي حسب، حتى يعني لو كان كولي. طيب تمام، جمع كوليج، فإذا جبت دين كوليج. تمام. زمائل، تعطي للزمائل الساندويتش. طيب للكاتسا،
يا ذكي جدا. دي كاتسا. دير تمام، دي كاتسا اينن فيش، داس بيبي، فنظيف للعين. أينم؟ اينن بيبي ميش، وانت دي شيف المدير. هو قالت له ايش؟ ده شيف مذكر دير ماسكولين. دير. تمام، ديم شيف انن كوس، فعرفنا انه ياخذ داتيف، غراتوليرن ياخذ داتيف، والجيبن ياخذ داتيف. طيب الاخيره اون غاين هيلت شينكت، فشينكت ايضا ياخذ داتيف. نحبرن بلوم للجاره زهور، كين دا شوكولاتة للأطفال الشوكولاتة، وانت للمعلمين أو للمعلم المرسيدس أو شيماء. ون غاين هيد شينكت نخبغن دي نخبغن. تمام، دا نخبغن بلومن كيندا جمع دم كده دم الكيندا جمع، يعني تعطي للأطفال طب الشوكولاتة. مش دم لا، لأنه أولا هو داس كينت المطلق، تمام، دين كين دان شوكولاتة للمعلم، للمعلم دم. تمام، ديم ليغا أينن ماتسيرس. طيب نمرة 5، فيلي بالت إست أونفريندلي، هو غير سعيد، أجنس زي كاين إم داتي. Willibald gibt kein Kellner und kein Kellnerin Trinkgeld. Frau Hut. كاينم تمام. Keinem Kellner، يعني لا يعطي لأي جرسون. والثانية. كاينم دي تمام، كاينا كيلنرن ترينك جيلد البكشيش، فويليبالد لا يعطي لا للجرسون ولا للبرسونا البكشيش. الآن فراو أوموت أهيفت كاين نخبارن لا يساعد الجارة، فماذا نضيف للكاين؟ إيه طيب أهفت كاينة نخبغن لا يساعد للجارة، غراتوليت كاين فرويند، ماذا نضيف للكاين؟ طبعا فرويند دير فرويند. تمام، كاينم فرويند und auch كاين فرويندين. فراغوت ولا أنا نجعلها نص نص، يعني أنا أردتها هكذا بالترتيب أو كل جملة، لكن نجعلها نص نص. الأستاذ عمود آخر هذا، وبعد ذلك الأستاذة شيماء. كاينه تمام، كاينة فويندن، لأنه دي فويندن مفرد سوم جيبوتستاك، فهي لا تهنئ لا للصديق ولا للصديقة في اليوم الميلاد. الآن الأستاذة شيماء، أشنكت كاين كيند شوكولاتة، لا يهدي لطفل الشوكولاتة، فماذا نضيف للكاين؟ كاين كما هو هو داس كيند فمحايد. كاين كاينم، نحن بعد الكاين نضيف دائما اي ام او اي ار او اي ام، تمام تمام كاينم نقول هنا كاينم كنت شوكولاتة. كنت اوكي كاين لي غاغن اين اوتو، لا يهدي للمعلمة سيارة، طبعا دي لي غاغن. هتبقى
كاينر. تمام، كاينا ليغرين اين اوتو ون كاين هوند اين فوست، ولا يهدي لأي كلب السجق. كاينم. فنضيف تمام كاينم كنت اين فوست. Deshalb hat Willibald keine Freunde. لذلك ليس عنده أصدقاء. أصدقاء. Nummer 6. Mein Geburtstag. يوم ميلادي. Ergänzen Sie die Possessivartikel. ضمير الملكية im Dativ. في الداتيف. Meine Party war wunderbar. حفلتي كانت رائعة. Ich habe 12 Freunde zu meiner Geburtstag eingeladen. دعوت 12 صديق إلى يوم ميلادي. Frau Ohut, to my Meinem. zu meinem Geburtstag, لأن التاك der Tag سيصبح meinem Geburtstag. Frau Scheima, viele sind hier oder viele sind mit ihr Freund oder Ja. Fine. Keinem. لا، للإيه صغورة. لازم نضيف، صغورة. كاينن. هو ما فيش كاين، كاينن. يعني نحن نضيف للإيه للضمائر الملكية، ف يعني الكثير مع أصدقائهم، مع صديقهم، تمام. الكثير مع صديقهم، فإيه نقول إيغام ولا إيغا ولا إيغن. هو مسكولين ولا بورا؟ ماسكولين بورا. دير فريند اينم. مت اي غم فريند، مت اي غم فريند مع عايزة أقول صديقهم. إيه، سوري، يعني هي تمام معلقة معايا، أنا مش عارفة ليه. لا مشكلة. ولا اي فريندين فراو اوهوت. ماذا نضيف للاي؟ إيغن. Freundin, die Freundin. إيغن، هي غلط؟ هي ihren لو كانت Freundinnen جمع. فهمتم الفرق؟ يعني Freundin مؤنث مفرد، فنقول ihrer oder ihrer Freundin. لو كان فريندنن يعني صديقاتها أو صديقاتهم، أقصد صديقاتهم، فيصبح إيغن فريندنن، لكن هي هنا صديقة واحدة. تمام. طيب الأستاذة شيماء und auch mit ihr Kinder gekommen، وأتوا أيضا مع أطفالهم. أطفالهم. إيغن. الكندا جمع يعني ديك أها. كندا. طيب إيغن مش هتبقى إن. تمام إذن كندا، نضيف شيء ولا نتركه كما هو؟ لكن ده أصلا جمع، مش هنضيف شيء. بما أنه داتيف نضيف له إن، لأنه في الداتيف لازم نضيف للجمع إن، كيندرن. فنقول أوكي. تمام فنقول مت إيغن إيغن كندان كندرن بكم. كندا. تمام بعد الأغ مباشرة الآن بدون إضافة إيه. طيب manche يعني البعض hatten einen weiten Weg، كان لهم طريق طويل، und haben bei mir oder bei meinen Eltern übernachtet، كانوا يبيتون عندي أو عند والدي. أستاذة عمود، mein نضيف له ماذا؟ ماينين. إلتان جمع دي أي إلتان. ماينين. تمام هو الصوت غير واضح لذلك سألت، فماينن إلتان. ماينين. تمام ولا نضيف له شيء، أهو لأن موجود. أقصد أنه ماينن إلتان والآن أصلا موجودة في الإلتان، فلا نضيف له أن زائدة. أيوة نحن. تمام ماشي. Eine Kollegin ist sogar mit ihr zwei Babys gekommen. Hatta Zamila atat مع طفليها. الاثنين. فأستاذة شيماء mit ihr
إيرن. تمام. mit ihren zwei Babys. نضيف له أن ولا لا 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 إلى أن؟ نضيف. تمام، بسبب الأس. Es war wirklich viel los، يعني حدث أشياء كثيرة. طيب آخر تمرين. Ein Zettel auf dem Küchentisch، يعني ورقة على طاولة المطبخ. Ergänzen Sie die Artikel im Dativ. نكمل الأدوات في الداتيف. Lieber Nils، عزيزي نيلز، wir sind bis Sonntag nicht da. إلى الأحد نحن غير موجودين. Wir brauchen eine Pause. نحتاج إلى استراحة. Nach vielen Arbeit. فأستاذ عمود، دي Arbeit، العمل، بعد عمل كثير. فماذا نضيف للدي؟ تمام، nach den vielen Arbeit، لأنه دي Arbeit مؤنث، nach der vielen Arbeit. طيب أستاذة شيماء، wir fahren gleich mit Bahn، نذهب بعد قليل بالمترو. دي Bahn مؤنث، مثلا نضيف الدي. المترو مؤنث. دير. تمام، mit der Bahn nach Gießen، إلى مكان اسمه جيزن. ein Freund، إلى صديق. فماذا نضيف هنا أيضا الأستاذ شيماء، يعني نجعلها كلها بالجملة. طيب تمام. فريند. اينم فريند. تمام، zu einem Freund und sein Freundin، وإلى صديقتها أو صديقته. فاينم فاينم هي دي فريندن. دي فريندن. اوكي تمام، دي فريندن. فماذا نضيف للزين؟ نضيف لا نضيف شيء، ولا نضيف إن اي ار، فريندن. لأنه إي der إر. فريندن فزينا فريندن. تمام، أوكي يعني الزين صديقة، يعني صديقته. تمام، فالزين ضمير ملكي، فنضيف هي الدا، الاي ار الذي في الدا، دماغي فيصبح ان زينا. فريند بين جمع، ومش يعني بلوغة، مش لا مش بلوغا، كمان. لا ليس جمع. عشان كذا. اوكي، الان سطر كامل للاستاذه عهود. Wir bleiben 3 Tage، نبقى 3 أيام bei Freunde، عند أصدقاء. فماذا نضيف؟ هي جمع صح؟ دين نعم، بلورال. دين فوغين. تمام، دين فريند، عند الأصدقاء. mit Auto، von Freunde. مع السيارة، das Auto. بالدين فلسة. تمام، mit dem Auto von جمع برضه زي دين وين دين. وأول تمام، ما دين. بيعمل صف بتوقع إن أنا تمام، مت دين فريندن. طيب أنا الآن لاحظت أن الأستاذة هندة موجودة، معلش. können wir Ausflüge machen؟ هل نستطيع نفعل رحلات؟ und يعني مع السيارة، من أصدقائنا، مع الأصدقاء، من الأصدقاء نستطيع نفعل رحلات. und wir möchten gerne zu ein See laufen. Frau Handa. zu einem. تمام، zu einem See، إلى بحيرة، laufen. und mit Laufen. einem Boot fahren. Mit einem. Einem. تمام، mit einem Boot fahren، مع Okay. سفينة. hoffentlich، نتمنى. hast du auch Spaß، لديك أيضا يعني شيء مسلي. vergiss aber nicht، لا تنسى، morgen musst du das Papier bei Arzt abgeben. فالأرزت، فهو هاندا. باي ديم باي ديم تمام، ارت. باي ديم أرزت.
تمام، طب يعني كيف؟ لازم توصل الورقة ماشي. إلى الطبيب. بالسونتاغ أبند إلى مساء الأحد، غروسون كوستا أندريا. أي أحد لديه سؤال؟